3 مليون مواطن هم عدد العاملين في قطاع السياحة المصرية. 3 مليون من إجمالي 30 مليون عامل في البلد تقريبا، أو القوى العاملة في البلد. يبقى احنا النهاردة بنتكلم عن حوالي 10% من إجمالي اليد العاملة في مصر، واللي بتتعرض لظلم متعمد وغير متعمد خارجي وداخلي خلال 3 سنين فاتت. البداية كانت بأزمة كورونا، أو قبل أزمة كورونا بشوية، بعض القرارات اللي منها مثلا استهداف فوق سياحي عن طريق الخطأ في صحراء سانت كاترين، وبعد كده سقوط الطيارة اللي مش عارف إيه، ومشاكل مع مين. المهم بالنهاية اللي بيدفع تمن المشاكل دي كلها، واللي بتسمع بطبيعة الحال في سوق السياحة العالمية، هم العاملين في قطاع السياحة. بعد كده مشاكل اقتصادية سياسية بتمر بيها البلد من 2011 لحد النهاردة، ده أدى أيضا بتأثيره أو أثر على سوق السياحة المصرية وبناء عليه العاملين في السياحة. ضيف عليهم أزمة فيروس كورونا اللي بدأت قبل 3 سنين ووقفت السياحة، جابت ضرافها تقريبا. ضيف عليهم بقى بعض السياسات اللي بتاخدها الحكومة مؤخرا. 4 أسباب أو 4 عوامل أدوا إلى خسائر لم تحدث في تاريخ السياحة المصرية. السياحة اللي كانت أحد أهم مصادر الدخل والعملة الصعبة المصرية على مدار العقود، النهاردة الناس اللي شغالين في السياحة من الآخر كده بيقشروا بصل، زي ما قال بعض أصحاب شركات السياحة. بعضهم حول النشاط، بعض قفل الشركة، والبعض سرح العمال، البعض ساب البلد وهج وطفش راح يدور على شغلانة بره، لأن البلد مع الأسف ما وقفتش جنب الناس دي. الناس دي اتخرب بيتهم، الناس دي بعد ما كانت السياحة قبل العام 2011، أو لو هنقول قبل أزمة كورونا في العام 2018، مزدهرة وفاتحة بيوت أكتر من 3 مليون مواطن. البيوت دي كلها اتقفلت، الحكومة ما وقفتش جنب المواطن، المواطن دفع ثمن التخبط الإداري وعدم إدارة ملف السياحة بشكل أساسي. ضيف عليهم قرار كان قبل أسبوعين تقريبا، أو قبل يعني حوالي شهر، بموضوع السياحة الدينية، فقفل كمان الشركات السياحة الدينية. يجي النهاردة قرار من السيد وزير القطاع العام أو الدكتور هشام توفيق بتصفية 30% من الفنادق المملوكة في الدولة. تصفية 30% من الفنادق المملوكة في الدولة وبيعها. ده هيؤدي بالنهاية إلى تشريد 30% من العاملين في الفنادق المملوكة في الدولة. قبل ما أعرض لك طلب الإحاطة والطلب اللي تقدم بيه أحد النواب لمجلس النواب امبارح، نائب محمود قاسم عضو مجلس النواب، عايز أسأل مجموعة أسئلة كده. هي الفنادق دي اللي النهاردة أنت بتقفلها وبتجيب ضرافها، بتحقق أرباح ولا بتعمل خسائر؟ ولو هتستند للـ3 سنين اللي فاتت، طب ما هو طبيعي الفنادق يبقى فيها خسائر لأن ما كانش فيه سياحة على مدار الـ3 سنين اللي فاتت. طيب أنت النهاردة دولة سياحية والبلد بتاخد إجراءات تشجيعية للسياح، بترفع التأشيرة الورقية عن بعض الدول وتخليها تأشيرة إلكترونية. هل ده قفل 30% من الفنادق يتناسب أو يتوافق مع قرارات الدولة للتوسع في السياحة؟ الكل بيتوقع أن السياحة هتزيد الفترة اللي جاية، لأن خلاص بقى ما عادش في كورونا، وما عادش الناس اللي اتحبست 3 سنين عايزة تطلع وتتفسح وتشم هوا. تقوم أنت في بداية موسم السياحة، ده بداية موسم السياحة، تقرر تقفل 30% من الفنادق؟ ايه السبب؟ ومين اللي خد القرار ده؟ وليه؟ وايه سببه؟ وايه ايه مثلا اللي هيترتب عليه؟ ده اللي بيقوله لنا النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب في بيان عاجل للمستشار حنفي جبالي رئيس المجلس امبارح، موجها للحكومه، ممثله في وزير قطاع الاعمال العام هشام توفيق، ورئيس مجلس الوزراء، وزير السياحه، وبعض محافظي المحافظات السياحية، بشأن إعلان بيع 30% من الفنادق المملوكة في الدولة. الجلسة العامة
تم عرض فيها الطلب، ومن المتوقع تقديم بعض طلبات الإحاطة أيضا وبعض الأسئلة الموجهة للحكومة. سيد هشام توفيق في كلامه أو في القرار اللي طلع عن الوزارة خلال الأيام اللي فاتت قال إن الموضوع له علاقة بعدم تحقيق أرباح، في حين إن القطاع كله ما كانش بيحقق أرباح لمدة 3 سنين. لكن يعني لو هنقول إنك قفلت الفنادق أو بتبيع الفنادق بسبب الأرباح، خليني أديك نموذج تاني، الشيء بالشيء يذكر، يعني الشيء بالشيء يذكر. عندنا شركة اسمها شركة الكوك. أنا قبل سنة تقريبا توقعت إنهم هيصفوا شركة الكوك. ليه؟ لأن شركة الكوك دي بتطلع فحم الكوك اللي بيستخدم في أفران الضغط العالي، أو بيسموها أفران الحرق العالي اللي بتستخدم في صناعة الحديد. أكيد أنت فهمت، أنت كان عندك شركة الحديد بتاعت حلوان وانت قفلتها قبل سنة، وبناء عليه الشركة اللي بتديها الكوك كان لازم تقفل. ورغم كده الشركة شركة الكوك المصرية حققت السنة اللي فاتت فقط 114 مليون جنيه، 114 مليون جنيه أرباح لشركة الكوك المصرية رغم إغلاق شركة الحديد والصلب بحلوان. سددت قد ايه من مديونياتها؟ سددت حوالي 25 مليون جنيه مديونيات لشركه الغاز. حط دي بقى جنب دي، انت قفلت او بتبيع 30% من الفنادق المصريه بحجه انك عندك خسائر. سؤال، طب ليه بتبيع شركه الكوك المصريه وتشرد العاملين فيها، واحده من قلاع الصناعه المصريه اكتر من 60 سنه؟ 60 سنة شركة الكوك المصرية أو فحم الكوك الأولى في أفريقيا أو الشرق الأوسط شغالة، النهاردة بعد أرباح 114 مليون الخبراء بيقولوا لك، الناس اللي شغالين في الشركة بيقولوا لولا إغلاق الحديد والصلب كانت الأرباح السنة دي تعدت 250 مليون، يعني ربع مليار. دي أرباح مش إجمالي مبيعات. مصطفى باكر النهاردة في بيان عاجل خلال الجلسة العامة صباح يوم الاثنين بيقدم طلب إحاطة وشكوى، أهو بكري بيجدد هجومه على وزير قطاع الأعمال في بيان عاجل بالنواب، وقال إنه قبل 3 شهور اتقدم بطلب إحاطة بشأن شركة الكوك وتم مناقشته وتم المطالبة بحضور رئيس الشركة، إلا إن الحكومة لم تعمل بالتوصيات رغم إنه من المفترض تحترم مجلس النواب. مصطفى بكري كمان بيقول، ده كلام بكري مش كلامي، الوزير ضحك علينا، ده كلام مصطفى بكري، زي ما ضحك على الشعب كله وتم تصفية شركة الحديد والصلب بحجة انها بتخسر، عايز يبيع شركة الكوك لنفس الحجة رغم ان الشركة حققت مؤخرا مكاسب قيمتها تتجاوز 114 مليون جنيه وتم سداد 25 مليون جنيه فقط لشركة الغاز. ده بقى يعني انا مش عايز اتكلم كتير في موضوع تصفية الشركات، لان احنا عندنا على مدار 3 سنين اللي فاتوا كبريات الشركات في البلد تم تصفيتها، حديد وصلب تم تصفيته، قطاع الاسمنت او قطاع الاسمدة بيتم تصفيته حتى الان، قطاع الغزل والنسيج بيتم تصفيته حتى الان، قطاع الشحن والتفريغ في اسكندرية بيتم تصفيته، قطاع النقل الحكومي أو شركات السياحة المملوكة للحكومة زي شركة مصر للسياحة أو القاهرة للسياحة بيتم تصفيتها. اللي بيدفع الثمن بالنهاية لا هكلمك عن اقتصاد دولة ولا شركات عملاقة، ولا هكلمك عن شركات مملوكة للمواطن والدولة بتدخل وبتساهم في نمو الاقتصاد المحلي، لكن هكلمك عن حاجة واحدة فقط، العامل المصري اللي بيدفع الثمن لحد النهاردة على الرغم من تصفية شركة الشحن والتفريغ أو شركة الملاحة المصرية في اسكندرية، ومرور أكتر من سنة لحد النهاردة العمال ما خدوش حقهم، ما قبضوش المكافآت، ما بياخدوش مرتبات، وقاعدين في الشارع، بعضهم جاله أمراض وبعضهم مات وبعضهم النهاردة مش عارف يعمل إيه، بقاله 50 سنة شغال في الشركة، النهاردة الشركة قفلت بابها وقالت لهم مع السلامة. ده اللي حصل بقى في غزل ونسيج كفر الدوار،
نفس اللي حصل في شركة الأسمدة في طلخة، أو كان بيحصل في طلخة في شركة الأسمدة، نفس اللي حصل في حلوان، وإن كانت الدولة عوضت عمال حلوان وما زال التعويض مستمر حتى الآن، بيحصل النهاردة في شركة القاهرة للسياحة، بيحصل في بعض الشركات التابعة للدولة في قطاع الألمونيوم، بيحصل للشركات التابعة للدولة في قطاع الغزل والنسيج. العامل لوحده بيدفع ثمن محاولة الدولة إعادة ما يسمى بالخصخصة، لكن في شكل تصفية، وده اللي بيقوم بيه واللي بتقوم بيه وزارة قطاع الأعمال على مدار 3 سنوات خلت، والفلاح أو العامل بيدفع الثمن زي ما قلت لحضراتكم.